جاء أزارو ضربة جزاء وإضاءة حتى المدرب لم يستسر هذا وهدف هدف أول لفائت فريق الدفاع الحسني برار في اتجاه اللاعب شهيب المفتول سعيد القرو سعيد القرو سعيد القرو سعيد القرو وهدف هدف ديال اللاعب أول الأزم على نهاية المقابلة تقدم فريق الدفاع الجديد بهدفين مقابل شيء لاحظوا ضربة رأسية ديال وليد أزارو قوة ديال وليد أزارو هي في ضربات رأسية وأيضا لاحظوا من هذا المنطلق زكريا حدراف راوغ الأول شاف الزاوية على الرغم من تدخل ديال الحارس فهد الحماني فكانت تسديدة بالرجل اليسرى جد رائعة لزكريا حدراف والهدف الثالث